c'est tout ça. Ce sont des choses techniques, donc comment dirais-je, pas un match très difficile. Donc voilà, mais on ne va pas se focaliser sur la catastrophe de la pelouse. On a pu s'en sortir avec un point positif. Donc là, on dirait Alhamdulillah. On retourne au Maroc, on est là, on est bien arrivé. Donc voilà, on va travailler bien davantage pour préparer le match retour, Inch'Allah. Oui, Alhamdulillah, on est encore... كان مرة كتبقى شي حاجة، ولكن الحمد لله على كل حال الحمد لله وصلنا على السلامة. وبالفعل يعني الأجواء اللي كتلعب فيها ما كتسهلش عليك المأمورية باش تفرض لوجو ديالك وباش ترجع بنتيجة إيجابية. فالحمد لله حاولنا نرجعوا بأقل الأضرار، هذا هو المهم. إن شاء الله في انتظار مباراة العودة إن شاء الله نكونوا أحسن جاهزية وأكثر، تكون يعني الأجواء متاحة أكثر وتكون الأمور طيبة أكثر باش نقدموا واحد المباراة كبيرة إن شاء الله. وبالفعل يعني إلا شفتي الظروف اللي كيعيشها المغرب حاليا، فالحمد لله على كل شيء. كتلعب بواحد النفسيه اللي كيف قلتي ما مرتاحش كثار في ظل الظروف هذه، مي الحمد لله كبير والطف بينا من اي واحد في العباد ديالو. فالحمد لله راضي بالحكم ديال الله وكنشتغلوا وكنحاولوا ما امكن ننساو هذا زعما هادشي اللي وقع علينا. الله يرحم الناس اللي توفاو، والله يشافي المصابين، الله يعود الناس في داكشي اللي وقع عليهم، وان شاء الله ديما المغرب في سلم وسلام ان شاء الله. والمباراه كما لاحظ الجميع انه الظروف كانت جد صعبه، الملعب لا سيما الملعب، العوامل تاع الملعب هما اللي عملوا لنا كما تنقولوا المشاكل اكبر. ولكن الحمد لله حنا كنا تنتمناو انه نكون نجيو بنتيجه احسن، لان تعرفوا ان النتيجه الذهاب جد مهمه. ولكن بالنسبه لي الظروف تاع البارح انه نتيجه ايجابيه. حنا واحد الفريق اللي القوه ديالنا تنبغوا نفرضوا الاداء ديالنا، تنبغوا نلعب واحد الكره هجوميه. بالنسبه انه الظروف ما خلاتناش باش نلعبوا اللعب ديالنا، يعني كنقولوا ما بقاش هذيك الكاليتي ديالكم كيف. ولكن اللاعبين تعاملوا مع الظروف بواحد الطريقه اللي هي جد جيده، وحاولنا ان نكونترول المباراه كلها حاولنا نكونتروليها. بالنسبه لي كما قلت لك انه نتيجه انه ايجابيه، وتنتمنى ان شاء الله ننهيو المهمه ديالنا في كازا ان شاء الله. كاين شي حوايج اللي كثر من كره القدم، حنا القلب ديالنا كان مع الشعب ديالنا ومع البلاد ديالنا. حاولنا انه نقدموا من كفريق انه كما التبرعات بالدم ديالنا وكما كنقولوا نحاولوا نساعدوا، ولكن لا راح يخرج البلاد. حاول انه ترجع الفرحه زعما تقدم الفرحه بواحد الطريقه اخرى، بطريقه كره القدم، لا كما تنقولوا الجمهور المغربي كله. المنتخب الوطني كان سباق لينا، وكنا نحاول انه ما يمكن باش نديروا حتى حنا بطريقتنا. تنظن وتنتمنى انه نكونوا بهذه النتيجه تاع 1-1 واخا ماشي انتصار، انها عندها واحد الطعم تاع الفوز تمايا. وتنتمنى ان شاء الله نكملوا الفرحه ان شاء الله في الاسبوع الجاي.